محمد العوفي يلعب رمية تماس عدت من نص الملعب. الحريب يلعب كرة في وسط الملعب، تسلل موجودة. لم يظهر العدالة، لم يظهر العدالة، لم نصل إلى الأسماء. بلاسيوس كروستوك مسيطرة، أيوة والله مسيطر الشباب على المباراة بأكملها، بل مسيطر على كل الجولات على مستوى. أنا ما زال على المنصات موجودة، أتكلم عن الدوري. غياب 10 سنوات من 2012 ونحن اليوم نلعب في 2022. يلعب الكرة، شوف التقدم، شوف الحضور، على هيمنة سيطرة. لا ننسى أيضا التنوع اللي موجود عند كانت بدايته في الموسم الماضي أيضا جيدة، بداياته في بعض المواسم. بعد ذلك بعد الإيقاف سيكون الداهية والمفكر الأرجنتيني إيفار باريغا جماهيري، ووقفة مع الجماهير الشبابية وشاهدناها. استلام أياغو، ضغط عليه وخطأ، أوصلت سهلة. للحلول الدفاعية في العدالة حتى الآن ناجحة بشكل واضح. روز يحاول المرور، يلعب كورة وتسديدة، لكن عدد حسن المرمى. أياغو هو البنك الاحتياطي اللي موجود عند الفريق الشبابي، لم يكن بتلك الصورة في المواسم الماضية. حسان أياغو، الشباب قادمون. بالحالة الجماعية يعود مرة ثانية إيرائي. نعم تحولت تقلباتك كفصول السنة متقن. أياغو سانتوس البرازيلي حقيقة لاعب والشباب متقدم بهدف مقابل لا شيء. عوفي يلعب العرضية الطويلة، تحولت بالرأس ووصلت.